استاذ الدكتور يا مدام حاول تعامل راجلك ولدك الصغير تو تحل مشاكلكم الكل. المدام زعمه يا دكتور الضرب بيجيبوا الاثنيه. قال لك واحد مشال دار ميت، واحد مشال دار ميت قاعد بجنب واحد قال له شنية مود باس الوي في؟ قال له راك في دار ميت. قال له لاصقه بعضها. قالت له حبي باش نوليو ثلاثه. طار بالفرحه وحملها وباسها. قالها حبلها. قالت له امي بعت الدار وجايه تسكن حذابي. قالت له ماذا ستهديني بمناسبه عيد الحب؟ فاجابها انا لا اهدي ولكن الله يهدي من يشاء. قلت له حبي شنو الفرق بين المصباح السحري والمكياج؟ قالها الزوز كي تمسحهم يخرج لك جن. لا حول ولا قوه. تبع جاي اسماعيل ايش مفهومه؟ نعذرك مفهوم. المرتبه الاولى يلا سفيان. قال لك واحد سكران عرضته مرته في الشارع قالت له عاير روحوا. قال بر نمشي على روحك راني معرس ونحب مرتي. من الفرحه زادت شريت لاستيك. واحد قال لبوه يا بابا راني نحب نعرس يا اخي. قالوا منين باش توكل بنت الناس؟ قالوا من فمها كالعباد كله. وليد قال لك واحد عنده لحيه حشم باش يقول لدارها معرسولي. مشى شراج الباب وحطه في الدار قال من الجمعه جاي نلقاه معبي. شنو بلي عاودها عاودها عوده مش خايبه. واحد عنده لحيه حاب يعرس حشم باش يقول لدارهم شراج الباب وحطه وقال بلا يا جماعه جاي نلعبوا معبي. واضح واضح نعاودوها كي تبدا نيش حيلا سفيد. واحد يحكي لصاحبه قال له مرتي هبلتني كل نهار تقول لي هات 100 دينار هات 100 دينار. صاحبه قال له ايه واش تعمل بهم؟ ما نعرفش لا عمري ما مديت لها. نفس اللي فيها. واحده سالت راجلها شنو هو جمع كلمه نحبك؟ قالها نحبك انت وصاحبتك. قال لك نهار كتبان الصداق سالها العدل هل تقبلين الزواج به؟ قالت له صار في عليها 4 ملايين حروز وسحورات تسال فيها. الاستاذ يسال في التلميذه على اعطيني اسلوب من اساليب التعجب. واو يا شومي. حلو بوهالي يضيع امه في السوق مشى يسال في واحد قال له بربي ما ريتش امراه كبيره تمشي وانا مانيش معاها. حلو والله. قال لك نهار نتيجه البكالوريا مش يعملوا ريزلتا بالبوق. المدير شد الميكرو وتنحنح وقال قائمه الناجحون. قص عليه تلميذ قال له سيدي نقولوا قائمه الناجحين. قالوا انت بالذات تسكت خاطرك لاك ملحون ولاك ملحين. برافو سفيان. قال لك واحد عمره 48 سنه تعارك مع مرته قالها لم دي دبشك وروحي. هما يتعاركوا صنع تليفونها امها قالت لها راني بعثت لك مليار بايك من ورثه جدك. قصت الرجل قالت له وين كنا؟ قال قلت لك لم دي دبشك وهات خلينا نغسله. لا عنده كلمة سعد حلوة. علوش يسأل في صاحبه العلوش قالوا قالوا علاش ما ذبحوكش في العيد السنة؟ قالوا خاطر دارنا مقيديني في المضمون اللي أنا بهيم. وليد قال لك فما كارم عبية بالنساء ماشيين الرحلة طاحت في البحر غرقوا ماتوا النساء الكل. رجالهم حزنوا وبكاوا عليهم جمعة كهو إلا واحد بركة قاعد يبكي جمعتين. قالوا له لهالدرجة تحب مرتك؟ قال لا لا انا مرتي فاتتها الكار. سفيان قال لك 7 اشياء يحبها الرجل التونسي: البنات، الفتيات، العازبات، الشابات، المتزوجات، المطلقات، والهجالات الاحياء منهم والابوات. يلا سعد يخر نكتة يلا. سالوا واحد بخيل اش تعمل لو كان الدنيا تبرد؟ قال لهم نقعد بحذا الشوفاج. قالوا لو كان زادت بردت اكثر قال لهم نقرب للشوفاج. اي قالوا لو كان صب الثلج وزادت برد قال لهم نزيد نلصق للشوفاج. قالوا لو كان الدنيا قلصت وكل شيء جمد قال لهم وقتها الله غالب خدم الشوفاج ومولها هرب. يلا اخر نكته في ساعه 10 ثواني. استاذ فرنسي تلفت للتلميذ قالوا شي يخدم بوك؟ قالوا سيدي ما نجمش نقولها بالفرنسي. قالوا باهي قولها بالعربي. قالوا بلومبيي.